التركيز أبلش أنساه شوي شوي لأن هذا خطوط معينة لازم تحفظ بالضبط شو تسوي يعني خصوصا الوجه. أنت لما البني آدم كل الناس اللي تشوفوا يوهم مناطق يوهم نفس صح يعني نفس تلاقي المنطقة هذه إذا كان كبير شوي تلاقي الخطوط هذه تبين إيه؟ تلاقي ناس النفخة تبدي من هنا في ناس النفخة تبدي من هنا بشكل دائري إيه؟ عرفت شو؟ تبدي من هنا إيه وطبعا أصعب شيء وجوه الأطفال لأن ناعم ما تلاقي فيه يعني تشكيل الوجه دائما يعني إذا كان كل ما كان كبير في السن يعطيك أريحية في تشكيل اللوحة إيه أكيد أنا أريح شيء عندي لما يجيبوا لي صورة حق واحد مثلا بعمر 50-60 خلاص عيل شو أنت قاعد تسوي أقولهم أحلى من عيل خلاص كبير السن موجود والطفلة موجودة فشوف الفرق لا أنا نقل كبير السن زين بغيت أسألك عن هذا التخصص وهذا كلنا كبار بالعقل هذا التخصص يمكن شوي غريب من نوعه مثل ما شفنا من خلال الصور من خلال الفن مبدع بصراحة يعني في غيرك في هذا المجال في دراسة لهذا الموضوع عندنا هني يعني من حيث المواد الموجودة المدارس بالكويت موجود الموضوع هذا بس اللهم دراسة يأخذونه كدراسة دراسة فقط بس كمرحلة شلون مثلا أنا عندي الحساب والعلوم والكذا كذا أي مثل حال المادة هذه مثل حال المواد هذه كلها أخلصها أنتقل المرحلة الثانية هذه تنسي المادة خلاص أنا مجرد أن يشتغلون عليها أنه علشان يأخذون درجات هذا اللي حسب بحثي يعني أنا بحثت وايد علشان أشوف أنه في يمكن في أحد أحسن أتعلم منه ويمكن في أمور ثانية أنا ما أعرف بهالمجال هذا فلقيت أنه يعني ممارسة فنية ومهنية والأمور هذه ما في صالح أعمالك هذه الجميلة قط مرة استثمرتها مثلا دعم يعني مشاريع مثلا مشروع تجاري تستخدم محل تسوي لك خاص فيك مثلا تستثمر هذه الإمكانيات بأمور تجارية وبزنس يكون تقريبا فترة مؤقتة استخدمتها كموضوع تجاري وكذي الحمد لله كان وايد ناجح بس الحين بس اللي شفته أن أريح لي أكون بغرفتي لأن الموضوع يبي له مزاج يعني على حسب المزاج يطلع الصورة أنا طبعا قلاص الشاي لازم يمي الأجواء هذه أي والتلفزيون شغال والمسلسلات والهذا طبعا المسلسلات ما أشوف بس أسمعها بما أنه 24 ساعة أشتغل لكن ورشتك في غرفتك تكون موجودة أغراضك سواتك كلها في الطاولة قدامي والأغراض هنا والأدوات والهذا كلها طيب الحين شو اسمه الجمعية الكويتية الفنون التشكيلية تقريبا كان لها دور في أن أنت حاولت تنتسب لهم مثلا شجعوك على هذه خاصةً دورات الواحد لازم يصير ممارسة بحيث إنه هو يبدع أكثر. هو الفترة هذيك لما رحت كان المعرض هذا متخصص في الأمور اليدوية مثلاً في ناس كانوا مسوين تمثال في ناس مسوين يعني شغلات غريبة وايد حلوة أنا واحد من اللي يسوون الأمور الغريبة هذه فمن بعدها من بعد ما اللغة كل معرض يصير ما له شغل. بالنحاس ابدا فمن شيء لما كنت احاول اشترك ما يعني هم صريحين يعني الحلو بالموضوع يقول النحاس ما له شغل بهذا فاحاول السنه الجايه واللي بعدها طبعا اكيد انت من اسره فنيه وكلكم ما شاء الله في كل واحد ماخذ المجال طبعا احنا بننوه ان صالح يعني العماني اخو شقيق الفنان يوسف العماني نوجه له تحيه عبر هذا البرنامج أكيد. واكيد يعني دائما الابداعات لما تكون اسره فنيه يكون يطلع منهم إبداع جميل جدا صحيح الله يسلم يعطيك العافية وإن شاء الله نشوف فيه لوحات حقي وحق مساعد في الحلقة حاضر إذا كل شكر موصول حق مشاهدين اللي تابعنا من خلال هذه الفقرة الفنية البحتة خلكم معنا من بعد الفاصل نتواصل مشكور معنا هذا البرنامج برعاية شركة وارا المتحدة للتجارة العامة.